بسم الله الرحمن الرحيم المشاهد الرياضي الكريم أينما كنت نسوق إليك تحايا عطرات وأمان النظرات وآمالا غير عاطلات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد حلقة جديدة من برنامجكم دافورينا الحلقة دي الحقيقة أنا دفعت لا دفعا لأنه منذ الأمس هنالك اتصالات كثيرة جدا من هنا وهناك من اخوة هلالاب واخوة مريخاب ممتعضون جميعا في انه يا اخي، الجرعة دي موجهة، يعني واحنا ليه نرضى بهذه الجرعة الموجهة، و يعني المسألة مشت أكتر من كده أنه هنالك اتهام صريح بإنه القرعة دي وجهت لصالح الأندية المصرية طيب دعونا نأخذ المسألة بالعقل كده عشان نصل لقناعة اذا كانت هي موجهة أم غير موجهة والحاصل شنو طيب القرعه موجهه نعم لصالح اي بلد لا طيب كيف موجهه وكيف ما لصالح اي بلد انت ما دام ارتضيت نظام التصنيف فيبقى انت تريد ان تبعد المستوى الواحد من بعض بمعنى عشان ما تقع عندك مجموعة فيها الوداد والأهلي والرجاء والر... آ... و وال... آ... الترجي اللي هم ديل بتاع المستوى الأول ما تجي آ... واحدة مجموعة واحدة تاخد الجماعة ديل كلهم وبالتالي يطلعوا منهم اثنين أنت قمت عملت المستويات دي، واتفقت على نظام النقاط، وعليه أنت لما جيت عشان تعمل الجرعة دي، أنت أصلاً صنفت الستاشر 16 فريق إلى أربعة مستويات بحسب نقاطهم التراكمية، هذا التصنيف أنت استخدمته في الجرعة. عليه يبقى القرعه بتاعتك دي موجهه لانك انت لا تريد المجموعه في المستوى الواحد ان تقابل بعضها البعض يعني مثلا لا شباب بلوزداد ولا الهلال ولا شبيبه القبائل ولا سيمبا حيقابلوا بعض وده المستوى الثالث ولا فيتا ولا القطن ولا فايبرز او الافاعي ولا المريخ حيقابلوا بعض لانه ده المستوى الرابع وبالنفس القدر بل اهم انك انت ما عايز الوداد ولا عايز الاهلي ولا عايز الرجاء ولا عايز الترجي في مرحله المجموعات يقابلوا بعض وعليه ايضا انت ايضا ما عايز اتلتيكو آه بتروليوم او البترول الانجولي ولا عايز أه ما ملوش ولا عايز حوريه ولا عايز الزمالك يقابلوا بعض انت قسمتهم على المستويات دي عشان توزع بين المجموعات وعليه فالقرعه من من هذا الاتجاه موجهه طيب هل القرعه دي بتضمن انه في آه بلد تاخد منا نصيب الاسد صعب يعني سمعنا بقصة الكورة الساخنة والكورة الما ساخنة والكورة الخشنة والكورة الما لكن تعالوا نحن نشوف كذا سيبنا من كلام الناس احنا نحن السودانيين ليه ليه بنعتقد انه الكورة القرعة دي موجهة لصالح الاندية المصرية ونجي نشوف بعد كده هل الكلام ده صح ولا خطأ طيب الأسباب أنت الهلال وقع مع الأهلي في الخمس سنوات الأخيرة عشرين مرة ووقع مع سان داونز ثمانية سبعة مرات فيبقى كأنه الهلال ده مخزن إنه للأهلي و داونز وجمعهم بديلا للمريخ المرة دي القطن الكاميروني وهو في المستوى الرابع الناس ما حاسة كفريق عنده وزن لذلك الحديث عن الثلاثة دي ونحن بنفتكر انه لذلك القصة دي موجهة نجي من الناحية الثانية نلقى انه والله المريخ معاه الزمالك ومعاه الترجي ومعه شباب بلوزداد وبالتالي خطوا المريخ في كماشة عربية عشان المريخ يطلع ده كلام غير مغنى لسبب لأنه الأندية العربية تسعة بينما الأندية الأندية اللي هي هي طبعا كلها أندية أفريقية لكن لو جينا قسمناها عشان ده عربي وده ما عربي بيبقوا في أندية عربية يعني انت انت عندك مصر والسودان و المغرب ديل براون سته كل واحد عنده اثنين وعندك بعد كده عندك شباب بلوزداد اثنين تمانية ديل تمانية من الستاشر الموجودين وبالتالي ممكن جدا جدا يكون في مجموعة كاملة في عرب بس خاصة أن المستويات مختلفة الشيء المؤكد الوحيد أنه شباب بلوزداد و شبيبة القبائل ما بتلاقوا مع بعض لأنهم في مستوى واحد في غير كده كل الباقين ممكن يتلاقوا مع بعض عندك ثمانية يعني أربع دول مشاركة بثمانية بقية الدول مشاركة بنادي واحد لذلك ما ما كان لا وعندك كمان معاون ما انتوا تسعة لأنه معاكم الترجي فيبقى تسعة عرب في مقابل سبعة لا عرب وعليه ممكن جدا تكون في مجموعة كاملة بغض النظر عن المنول فيها فيها كل عرب يعني حيودوا الفرق من وين يعني يجيبوا فرق من وين يعني فيبقى الأسباب دي هل هي مغنعة يعني بس لأنه الهلال وقع بالصدفة أو ب مع الأهلي والوصن يبقى طوالي هو القصة فيها إن لا هل لأنه القرعة تمت في القاهرة لأنه فيها إن لا لأنه الاتحاد الأفريقي أجل القرعة دي من وقت لوقت آخر الجرعة دي ما كان مفروض تتعمل مبارح يوم 12 كان مفروض تتعمل من قبل المونديال والعالمي واتأجلت إلى يوم 12 إضافة إلى الصورة النمطية الدائمة في ذهننا الجمعي إن هنالك تلاعب ما خاصة وأن الاتحاد الأفريقي اتحاد موصوف بأنه او وصف او يوصف دائما بأنه اتحاد فاسد وبالتالي دي واحدة من الحاجات اللي خلت السودانيين وربما غير السودانيين يتعاملوا مع انه هذه الجرعة موجهة باتجاه الاندية المصرية طيب هل بعد الزمالك عن الاهلي منطقي ويصب في معون التواطؤ؟ نعم انت لما اثنين من البلد الواحد ما يتلاقوا ويكون التاريخ بيقول انه واحد فيهم بيطلع الثاني الاهلي ما حصل لاقى الزمالك في مجموعه الا والزمالك لم يستطع التاهل من هذه المجموعه يبقى ممكن نقول والله انه هنالك محاوله ابعاد الاهلي من الزمالك عشان يطلعوا الاثنين لكن هل ده كافي لا ما كافي طيب نجي نشوف ان احنا في مجموعه الهلال هل وجود الهلال وصن داونز مع الاهلي منطقي ويصب في مصلحه التواطؤ لا الاهلي يا جماعه عانى كثيرا من الفريقين دل وحينما اقول عانى كثيرا ما معنى انه ما ممكن يغلبون لكن او ما ممكن يتخطاون، لكن دائما مبارياته معاهم صعبه يعني مثلا السنه الموسم الفات الأهل السنداونس داونز واخد الاهلي رايح جاي والهلال كان عنده مشكله مع الاهلي المشكله الاولى في انه الاهلي كان سبب في منع الهلال من منع جماهير الهلال من الدخول والمشكلة الثانية في أنه هنا الحديث بتاع محمد سيد أحمد هل يعقل أنه الأهل يقوم يمشي يختار الهلال ثاني عشان يجيبوا يلعب معه ويختار سان داونز الغلب ورايح جاي مرة تانية عشان يلعب معه حتى لو الأهل غير جلده وبيقى فيه ميسي وبيقى فيه كريستيانو رونالدو ما أنت أبعد عن الشر وغني يعني بالفهم ده أبعد عن الشر وغني يعني ما في سبب يخلي الاهلي براو اللي هي طبعا لما نحن قلنا انه هنالك اتهام لانه القصه دي اتعملت عشان الانديه المصريه ماشي طيب الاهلي السنه اللي فاتت يعني هزم رايح جاي من سان في اي سبب يجمع مع سان في مجموعه واحده ما في يعني العقل بيقول ما في إلا لو في عنده تفسير إن إحنا ما قادرين نصليه وده موضوع تاني لكن العقل يقول أنا واحد عامل لي إزعاج ما في داعي أقعد معه في محل وعدي الهلال نفسه كان عنده مشكلتين مع الأهلي المشكلة بتاعت منع جماهير الهلال تمت بواسطة الأهلي والمشكلة الثانية اللي هي انه هنالك الحديث المسرب من المريخ باتفاق الاهلي والمريخ بانهم يصعدوا مع بعض بعيدا عن صحه هذا الامر ولا ما صحته طلوع المساله الى العام يجعل من اختيار الهلال مره ثانيه عشان يلعب معه مشكله وبالتاكيد ما حيختار المريخ عشان يلعب معه لانه ما داير ازعاج مره ثانيه وان يتهم بالتواطؤ اي أيوة جاب الهلال والمريخ مره ثانيه مع بعض يبقى هو اسهل له لو اصلا الامر في يده وانه يغير او او يجيب المجموعه الهدايره انه ما يجيب سان داونز وما يجيب الهلال ويجيب اي تيم ثاني مع ال... او اي تيمين ثاني ما في كان ممكن يجيب الزمالك ذاته كان ممكن يجيب حوريه كوناكر كان ممكن يجيب الترجيح ، ديل كلهم كان ممكن يجيبون يعني ديل ممكن كان يجيب ديل يا آه، سوري عفوا كان يجيب اتلتيكو بترو اتلتيكو ما في سبب يخلي الاهلي يعني يشيل عينه يطبص بها يعني يشيل ايده كده ويخرم بها عينه يعني ما في سبب يعني ما انا الاهلي وانا الزمالك عايز اوجه هذه ال الجرعة لمصلحتي عندي فريقين أصلا بيعملوا لي مشاكل المشكلة الأولى في فريق بيغلبني في الميدان وفريق ما مضمون ما مضمون أصلا وعندي فريق تاني عندي معه مشاكل واللعب في استاد صعب جدا اللعب عشان اركب طيارتي اجي السودان والعب في استاد الهلال دي مسألة صعبة جدا وما ما محبوبة لي أنا كأهلي. هل بخليني أختاره مرة تانية عشان أجيبهم معي شنو؟ ما أصلا إذا الأمر في يدي أختار مجموعة ثانية غير دي. ما يكونوا معي، يمشوا يلعبوا مع بعض، يلعبوا مع أي فريق تاني يعني ده موضوع تاني. لكن أنا ما دايره. يعني ده التفكير السليم إلا اذا كان الناس الاهل ده بيحبوا المشاكل ده موضوع تاني ما يعني لو في زول بيقول له والله يا اخي لا لا يمكن دايرين المشاكل ده موضوع اخر يعني ما انا ما شفت زول بيحب المشاكل برا نفس القصه دي نعملها مع الزمالك طيب الزمالك اصلا موسمين ورا بعض خرج من المجموعات بسبب الترجي ده اللي بيخليه يمشي يختار الترجي ما هي المسألة لو بيده هو يلعب في حتة تانية ما ترجي يمشي يلعب مع الوداد مثلا يلعب مع الأهل ذاته ناسه بيعرفون يلعب مع الرجاء لكن الترجي ده بالذات مرتين عمل معه مشكلة ما في سبب نفس المشكلة بتاعت المريخ ذاته بيخليه يختار المريخ شنو؟ يعني المريخ السنة اللي فاتت ناس ناس الزمالك ناس المريخ قالوا احنا دايرين نعمل توأم مع الاهلي معناته توأمتهم مع القديمة ذاته مع الزمالك احنا ما دايرينها طيب اذا الامر كذلك انا اللي بخلينا اجيبه واختاره اسوي ما في فرق ما معروفة ذاته زي فايبرز ده يعني فايبرز احنا بنعرفه لانه لعب معانا في السودان لكن ما بعرفه المصريين يعني ولا هو تيم بالنسبة لهم مشكلة يعني كان ممكن ان يختار ليه يختار شباب بلوزداد؟ ده... بل... والف... السنه اللي فاتت برضه اتغلب من 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 وهران الجزائري اتغلب ده آه... د... د... تعادل معاه في المباراه الاولى واتغلب منه في المباراه الثانيه. يبقى انا اللي بدخلني في الشبك شنو؟ انا ما قصدي انه يعني آه... اقول والله المصريين آه ما عندهم يد ولا عندهم يد ولا ولا قصدي دافع عنهم لكن قصدي انه احنا نفكر بعقلنا عشان ما نبذل مجهود كبير جدا جدا في التفكير في الاخرين بينما عندنا عوار احنا حقنا نحن عندنا مشكله المريخ عنده مشكله ميدان اللي حلها كده في الاول سيبونا من قصه انه المريخ ده وقعوه مع العرب وبتاع هنا وممكن عشان يطلعوا هو المريخ والهلال اليوم كم سنه ما مشوا من المجموعات ما قاعدين ضيوف المجموعه دي يعني عشان يختاروهم اختيار اه يمشي ودايما مبارياتهم معهم مشاكل يعني يعني السنة المشكله بتاعت السنه الفاتت دي اصلا ما بتخلي انه واحد يختارهم الاثنين يعني بغض النظر عن انه صحيحه ولا ما صحيحه انه فريق يمشي مع فريق اخر يتفق على فريق من بلده عيانا بيانا بغض النظر عن صحة المقولة وصحة هذا التسريب أو عدمه لكن أنا كأي مجموعة من المجموعات دل بخليني أختار أي واحد من الفروق دل عشان أجيبه شنو طيب نحن أسي مع بعض كهلالاب ومريخاب كل واحد فينا يقول والله مجموعتي أقوى من الثانية والقصة دي بقى حتى في مصر موجودة يعني الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك كل واحد بيفتكر إنه مجموعته أقوى من الثانية ده معناها المجموعتين الثانيات أقل لا. ما أنت بتقول أن المجموعة كل واحد من الاثنين ديل بيقول أنا مجموعة الموت أنا المجموعة النارية أنا المجموعة الأقوى ماشي مصدقين الكلام ده. طيب إذا كانت القصة دي كده معناه أنت ضمنا بتقول إنه المجموعتين ثلاثة واحد اللي هي المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة مجموعات سهلة نسبيا طيب أنا الأهلي والزمالك اللي متهم بإنه أنا ال الجرعة دي وجهتها باتجاهي أنا بيخليني أوقع نفسي في المجموعات الصعبة هنا. يعني بالعقل بس بناخد المسألة كده بالعقل أنت لما تقول أنا مجموعة الموت ودي المجموعتين الهلال أو المريخ كل واحد بيفتكر إنه هو مجموعة الموت الفكرة دي ذاتها موجودة في مصر إنه ناس الزمالك بيقولوا مجموعتنا أقوى وناس الأهلي بيقولوا مجموعتنا مجموعة الموت طيب إذا كان الأمر كذلك وأنا أصلا المجموعات دي عملت عشان أنا أعبر منها أمشي دور الثماني وعندي الخيار حق أنا إن أنا أوقع نفسي في المكان الساهل اللي بخلي يضمن لي آه اني انا امشي المرحله القادمه ما هي المجموعات دي ما عندها حاجه غير انه تديك فرصه تمشي المرحله القادمه اللي بخليني انا اللي عندي القلم اكتب نفسي شي شنو بمعنى انا الاهلي انا الزمالك اللي بخليني اختار مجموعه الموت شنو يعني ما في عقل بيقول كده يعني يعني انت دار تثبت شنو يعني ما انت دي مجموعة الموت ماشي بمعنى انه كمجموعة فيها أقوى أربعة آآ آآ فرق كمجموعة يعني مش كمستويات لكن كمجموعة فيها أقوى أربع فرق انت أخذت من كل مستوى أقوى فريق فيها وخطيته ماشي ما في مشكلة يبقى أنا كأهلي أنا مجموعة الموت شنو الميزة إذا أنا مسيطر على الجرعة وبقدر أوجه الجرعة باتجاهي إني ألعب في مجموعة الموت نفس القصة عنا طبق على الزمالك أنا الزمالك وكلنا متواطئين عشان الأهل والزمالك ديل يكونوا هما في المجموعات سهلة البيوديهم بيوديهم يقعدوا يقعدوا في مجموعة الموت شنو؟ يبقى لو اصلا في تواطؤ يبقى هذا التواطؤ لصالح المجموعات الثانية يعني لصالح مجموعة A ولصالح مجموعة B سوري عفوا لصالح مجموعة A ولصالح مجموعة C اللي هي المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة ده إذا افترضنا جدلا أن هنالك تواطؤ وفي الحالة دي بيبقى المتواطئين مفروض ما يكونوا المصريين يكونوا المغاربة وده ما صح يعني يعني يعني, يعني المغرب استفادت من الجرعة نعم لكن ده لا يعني أصلا إنه ممكن يس يعني فرغا الاثنين إنه ضامنين التأهل يعني استفادت ووقعت فيه ناس سهلة أي لكن إذا أنا موجه أسي لو جبنا القصة دي في السودان وقلنا للهلال والمريخ اختاروا مجموعة بحيث إنه المجموعات كل واحد يختار المجموعة بتاعته بحيث إنها تؤهلك ما في زول فيهم بيختار الأهلي ولا في زول فيهم بيختار م سان داونز ولا في فريق منهم بيختار الزمالك ولا بيختار الترجي ما في يعني بالعقل كده يعني ما, ما في زول بيعمل العملية دي يعني فما ممكن أجي بعد ده أجي أقول والله يا أخي الأهلي والزمالك أو المصريين دايرين يطلعوا نفسهم ويمشوا لقدام يمشوا لقدام كيف إذا هم في مجموعة الموضوع يعني. ومنو اللي قال المريخ الزمالك ممكن يطلع عن هنا هاي الزمالكاويه بيقولوا كده بيقولوا انه احنا دايرين الساعات وكده وبتاع ودايرين نغلب الترجي والترجي ما زي زمان ودايرين نغلب المريخ ودايرين نغلب كده ونمشي صح المريخ ذاته بيقول كده المريخ نفسه بيقول انا داير اغلب التلاتة ديل وامشي لكن ما في ضمان لانه يمشي برغم المستويات ورغم الكلام ده كله ده كله حاصل يعني نفس القصه الرجاء يعني الممنع انه في مجموعه الرجاء انه اللي يمشي حورية ويمشي سيمبا ما يمشي هم ما في حاجه بتمنع ولا في مجموعه الاهلي بامكانيات الاهلي اللي في الطب داونز اللي في الطب ممكن يمشي الهلال والقطنيه يعني. مع كره القدم دي احنا شفناها في كاس العالم بكرة المغرب حتلعب بكرة المغرب حتلعب في السيمي فاينل مع فرنسا ربما يمشي يلعبوا مع ميسي المباراة النهائية فنحن يا جماعة ما نبذل مجهود فيما ليس فيه فائدة الآن حصحص الحق ووقعت المجموعات بهذه الطريقة وعلينا أن نستوعب الطريقة التي تمكن الهلال والمريخ من مغادرة المجموعات إلى دورة الثمانية وليس المغادرة العكسية بأنه يعني يراجعين للدور المحلي. أرجو إنه أنا أكون شرحت وجهة نظري في القصة دي وأجبت على كثير جداً من الأسئلة وحاولنا أن نتعامل معها ب. يعني نوع من انواع التعقل والمنطق وبعد كده نحن يعني على يعني اللهم فاشهد يعني ما ما عندي حاجه ثانيه اقولها تحياتي والى لقاء قريب ان شاء الله